عسلامة. عسلامة. لاباس؟ الحمد لله. قدم لنا روح. ذياب بالغنج. شنو عم في حياتك؟ عندي بروجي. ذياب. عندي بروجي. ماشي البروجي هكا سافا. الحمد لله ماشي لاباس جاوب باهي. تونسي اختار انه يعمل بروجي خير من اللي يخدم هكا. هكا كل شيء في البيت عايش، في البيت تعمل مورد رزق تاكل منه، سواء بروجي سواء تخدم عند العباد، فما عباد ما تنجمش تعمل بروجي. تعرف تخدم كهرباء تخدم ما عادي مفيد بيه تعيش مفيد بيه في النهار معناتها اخر النهار تروح بفلوس تاكل بيهم تشرب بيهم تعيش بيهم. شنو الفرق ما بين الخدمه الحره والخدمه معناها تبدا خدمتك انت سامحني، شنو الفرق ما بين الخدمه الحره وما بين انك تخدم مع عباد؟ والله شوف انك تخدم حر معناتها بتبيع خير كمصوار كفلوس كل شيء خير، اما اكثر مسؤوليه معناتها كي تخدم عند العباد تمشي 8 تروح لأربعة تروح تمشي ترقد على روحك يخرج من مخك الخدمه، معناتها الخدمه تذكر 8 تاع الصباح، كي تبدا عندك بروجي تخرج الصباح تروح في الليل تفكر في الخدمه تحلم بها تقوم روحك تخدم لروحك هي تحلم بها تتعب برشا نفسانيا تتعب في المسؤوليه تقلق شوي. كيما تمركي في سويعك في الاخر باش تخلصك الشهرين. تروح تمركي سويعك وتروح تركش على روحك في الدار تلعب رامية تمشي القهوة وتحوس تعيش حياتك فما بينما كي تبدا عندك بروجي تدخل بعضك نهار كامل تحسب نهار كامل. موضوعنا. العلاقات الافتراضية. أنت مع أو ضد؟ معناتها بلي كوبل هكا؟ أي حاجة. شوف إجا خلينا نقولوا شنو أصلا هي العلاقات، العلاقات في حد ذاتها شنو؟ هي معناتها على الاساس انت تعمل علاقه سواء في الافتراضي والا سواء في الواقع. خلينا في الافتراضي. معناتها عموما العلاقات علاش تتبنى؟ تتبنى على قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم اذا كيفاش تنكح المراه لاربع عرضها ودينها وجمالها ونسبها واظفر بذات الدين تربت يديك. في المقابل للرجل في الكفاية النبي قال صلى الله عليه وسلم في الكفاية من جاءكم ترضون دينه فزوجوه، دينه وخلقه فزوجوه، بحيث هو يعني السقف الكبير اللي تدخل تحته العلاقات هي علاقة الشخص بربي، معناها باش تكون شريك حياتك علاقة بربي، إذا كان علاقته بربي مريقلة، بإذن الله تكون علاقته مع الناس مريقلة، هذه الأولى. اثنين تو الفيسبوك والعلاقات الافتراضية اللي تصير على الفيسبوك والانستغرام وكذا، هي بيدة اللي تصير في الواقع، لأنه هذاك أصلاً ولينا نعيشوا أكثر من نعيشوا في الواقع نتاعنا، اليوم السوايع اللي تعديهم في الفيسبوك أكثر من تعديهم في الواقع، تعديهم مع المجتمع. معناها أكيد فما حاجة تفرق كبيرة زاد. ها فما حاجة، أنا باش نحكي لك حكاية. أنا مرة عرفت طفلة في فيسبوك فهمت بلاي سامحيني يا عبير برسمك سامحني والله يا راهو ما نقصد شيء معناتها فهمت مش ناقص من قيمتك جيت نحكي مش بالعاني يا عبير جيت نحكي الحكاية هكا عرفت طفلة في فيسبوك حاصيله فيسبوك هكا ما حكيناش نقول نحكي أبل فيديو تقول لي تبعث لي تصور كذا تعمل تصور بكليفيات كيكفيات فلتر ويات يود تعدى على 200 أبليكاسيون تصوير عين أزرق شفيفة مقلوبين بيضة شعر ركحل كل بدن يودي قسما بالله طفله مش عادي كل يوم نحكي وكل يوم ابعث لي تصويره وين قلت معناتها لابد معناتها كان جت فيات وفازات وفلترويات لابد تو كل يوم تصور يدي طفله قمر 17 مش عارف على شي سما تحسيلو فانا باش نتقابلوا قدام مسرح البلدي غادي كي وهي جايه في الثنيه قلت لها عبير اي قلت لها عبير اعمل لي سيلفي خليني معناتها نشوفك معناتها انا اقول سيلفي هذه نورمالمون باللوجيك اخر سيلفي اش تبعث لي معناتها نورمالمون اش تبعث لي مغرب فيا صاي الواقع عشان نعيش الواقع بعد ربع صاي بعد خمسه ثواني عشان نعيش الواقع بعثت لي سيلفي نفس الفازه فهمت فرح يودي فرحان نطلب في ولاد حومتي ما فقتش بالفلتر ما فقتش ما نعرفهاش انا مش ديما الحكايه مش قديمه برشا ما فيك انا ما نعرفهاش فهمت انا عندي ما نعرفهمش على السناب كنا رجال ما تركزش برشا في حكايه الفلتر احنا رجال نعمل تصوير نمشيو على رواحنا فهمت حاسلو جيت عبير عبير عبارة بوكسير غاني في الجولة الرابعة والله معقدة مش بدن معقدة فهمتني تسمع قصيرة وعارقة جت عارقة وقت الدنيا سخونة فهمت صدقني عبارة بوكسير معناتها غاني خرج من الجولة الرابعة مش يعمل نحب معناتها ربع ثواني قبل قلت لها ابعث لي تصوير تقول ماما تبعث لي مريقلة فهمت تسمع فنحن العلاقات الافتراضية مش نفس الملامح جملة يودي مش هي طفلة جملة يودي مش هي لا شعر تلهيش وين يا عبير فم هي لا الخشم هي لا الصوت هي لا الكلام هي يا اخي الصوت عملوا يا اخي الصوت عملوا له فلترويات لك غلط في الطفلة يا بنتي هي اللي نتصورك غلط ممكن ولا ممكن انا قعدت بيت فهمت يودي مصدوم عرفت يودي ندور معاه ما فهم حتى شيء شنو حتى الصوت تبدل ما كل شيء تبدل كل شيء تبدل ما هيش هي عبير بعثت لك شكون ليه نفس الفيسبوك نفس ممكن خاي ولا رجل عمت يودي شيء هو يجي يقول لك خلينا بلاي عبير من غير ما تتغشش هذاك اللي صار اخي كذبت عليا كان تحب تغش قلت لك العلاقات الافتراضيه تنجح فما برشا علاقات ناجحه برشا عباد عملوا علاقات افتراضيه نجحت على الاخر فما
نجحت. خضراء من الافتراضي تو عموما العلاقات الافتراضيه في ساعه ما تقل الواقع على ما شرش يعني العباد معناتها تتقابل ولا تكذا فما بحيث معناتها ولات ناجحه معناتها فما اللي فشلوا وفما زاد علاقات في الواقع نجحوا وفشلوا زاد نجم انت جارك تبدا تعرف عندك 100 سنه ويتقدم لك جارك وامك تعرف ابوك يعرف وكذا ويتقدم لك من بعد ما تمشيش تستمرش العلاقه ما تنجحش بينما نجم واحد انت من بنزرت هو من بقردان من برج الخضره راني فيه وتعرفوا وتنجح العلاقه مع فما يعني تعرفوا على الفيسبوك وبعد كل شيء تنجح العلاقه يعني العلاقه مش ماهيش معناتها رهينه انك تعرفوا في الدنيا ولا ما تعرفوش تنجح اذا كانت بنت على اساس صحيحه معناها والعلاقه تكون بنيه صافيه وكذا تنجح فهمني احنا شباب توا معنا عندنا مشكله احنا انت كتشوف انت مثلا تقارن بين نسبه الطلاق في جيل انا وياك ونسبه الطلاق في جيل امك وبابا ونسبه الطلاق في جيل جدك وجدتي تلقاها في جيل جدتي وجدتك اقل ديما اقل لين توا وصلنا لنسبه كبيره برشا واحنا شبابنا احنا في بالنا جيل مثقف فنك فيها على اللي قبلنا وكذا وكم سيل امراه كانت مضطهده قبل فنك فيها وكانت ترضى بالذل وتسكت وامراه تو ما عادش ترضى بالذل وتمشي تطلب هو مش هكا انا نحن المسلسلات مش هم مرئه الواقع مش هم يصورونا في الواقع ارجع شوف مسلسلات جدي وجدك اي ما جدي جد خد طابعة على الباب وكذا كيفاش يحترموا المراه كيفاش فنك فيها هي تعيط لي سيدي درا شنو سيدي بشير و... محليها العيشه هذيك شوف محليهم قداش كانوا انت قداش مره خلطت على جدك هي في جدك هي في جدتك حتى مر جامي وقداش خلطت على ابوك وامك ممكن مر واصحابك صاحبتك قداش انا من راجلها من مر الاف المرات بحيث يقول لك ليه بكره كانت مضطهده ولكن تعيش خير السبب اللي خلى الشباب معناها جينيراسيون تاعنا احنا هكا انا قلت لك اول حاجه لعبينا خير من قبلنا ثقفين وعايشين واقع وفهمني فيه واني واحنا خارج الموضوع اثنين مانيش واخذين الامور ببساطه معقدين اليوم كان جيت تسال طفله تعدي الطفله سهله قول لها شنو معناتها كيفاش تحب احلام تحكي لك 10000 حكايه خارج الموضوع فهم يعني اليوم تعرف علاش علاقه جدتنا علاش نجحت وعلاقه تو تو طفله تتفرج في 10000 فيلم تقرا 5000 روايه تتفرج في ولاد مفيده ولاد لشكون ومن بعد تقارن بينك البطله نتاع المسلسل وبينها هي فهمني تقارن بين بطل المسلسل كيفاش معناها وبينها هي هذه ما كانش عندنا بكري جدتنا مثلا ما كانش تتفرج في فيلم وتقارن بين كيفاش يعني بطل عطى عينيه للبطله فهمني كيف هي قالت له نقص نظر كيفاش البطل عطى عينيه للبطله وكيفاش هي كي قالت للجد قالت له بلي راهي نقص نظر مش جاب لها ربطس في النار قال لها هذه قوي نظر ما تقارنش نحن توزنا بك المقارنات بين المسلسلات وبين فهمني فيها الروايات وبين كذا وبين حكايات فهمني فيها وما ولا نعمل في مقارنات بين شريك حياتك الاصلي وبين اللي تفرج فيه في الفيلم وبين اللي تفرج كذا ضيعونا فهمني فيها اون بليس معنا المسلسلات والحكايات اللي قاعد تصير ما هيش تجسد الواقع على جمله فهمت بعيده كل بعض على الواقع الواقع في الشارع نحن الواقع بتاعنا التونسي فما ولد يصاحب صاحب صاحبه ما تجيش جمله ما تصيرش هذه في المسلسلات يحطونا فيها على اساس موجوده في المجتمع ولا زوز خوات يخونوا في بعضهم ما تصير مع نفس الراجل ما تصيرش احنا عندنا زواج عرفي في تونس تيزينا عندنا احنا بناتنا اليوم في الفاك قاعدين يعرسوا عرفي كما يسوقوا لهم ما بوسيبل فما اربع خمسه ضاعوا فهمني كيف ان شاء الله ربي يهديهم يصلح حالهم فما ما تصيرش مش هكا ابن تونس مش هكا ولاد تونس فما بحيث اليوم المسلسلات وكانها مش تجسد في الواقع تجسد في واقع نحبوا نعيشوه طب فهمت ولا يعني تحضرنا في واقع اخر تهز فينا الواقع اخر تهز فينا كيما صبر لا راه في تونس ما فلان يحتل فهمني كيما المرز الاولى ب 89% يحبوا يهزونا النتيجه فهمني هذاك مش واقع هذاك واقع يحبوا يعيشونا فهمت المسلسلات انا صوتي باه نعيط خاطر فهمتني بحيث وانا شنو نقول ختاما نحب نقول كلمه الختام ختاما نحب نقول للشعب للشباب معنا للناس الكل كي معنا راي العلاقات فهمني فيه راي تتبنى على اساس على زوج حاجات مع عندهم الثالث نبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول من فيه تنكح المرأة لأربعة جمالها ودينها وعرضها ونسبها واظفر بذات الدين تربت يديك فالمقابل يقول على الأولاد من فيه من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه انت يا بنت الناس ولا يا ولد الناس وقت تختار طفلة ولا انت باش تختار ولد اختار انسان يعني من فيه يخاف ربي لانه اللي يخاف ربي راه ما يعملش الحرام ما يعملش العيب ما يغلطش ما يزلطش ما كذا فهمني كيف وان شاء الله سهله لبعضكم برسمك كذب الاحمر عاش على شكشوكه في داركم بعد كيف تحب هو يشبه ذب ما تعرفوش في دارك انت تعرف تتفرجي فيه كذا قصص نتاع شو اسمه هذاك على الدين وصباح السحر تعرف الذب انت تحب ذب احمر واصفر واخضر برتقالي اخضر اي ليه معناتها سهلها ليه سهلة معناتها لف ليه مليح من راعي وظروف بعضنا كوم انت تعيش في دار قبو 10 تباتوا في بيت وما عادش تحب راجلك السالة قرية لاماس ورخام في الكوشينة مش عارف انا درا شنو ما عيش واقع فهمني هو كان عنده تيشريلك ما عندوش انت عيش واقع ما نعرف بعضنا تلبس الفريبا كي تحب تعرس تحب يشيل لك ازازك من زهراء انت ما تعرفش تلبس ما تعرفش يا زهراء وين انت نعيش واقع والله بالرسمي
عيش شويه واقع، حط سقيقه على القاعه، عيش شويه واقع فهمني كيف، وبالواقع وبشويه لا تتبني المؤسسه الزوجيه ماهيش فلوس، ماهيش ماده، ماهيش ماده، فهمت؟ هاي الحاصل وهذا اخويا، والسلام عليكم. شكرا.